حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنتناول فيها الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مجندين جدد في معسكر تابع للتحالف. مجدداً الإرهاب يضرب عدن العاصمة المؤقتة التي تنتظر منذ أشهر استكمال الترتيبات الحكومية لإعادة الأمن وتطبيع الحياة فيها. سباق محموم بين جماعة الموت والإرهاب وبين الحكومة والتحالف العربي من جهة أخرى على الظفر بعدن، ويبدو أن ذلك لن يكون سهلاً لأي منهما على المدى القريب. عملية إرهابية جديدة قتل فيها قرابة 13 شخصاً وأصيب العشرات في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف معسكر رأس عيسى التابع للجيش الوطني في مدينة عدن. الهجوم استهدف معسكراً يستقبل المجندين الجدد، وهي رسالة لا تخلو من دلالة تشير إلى إصرار الجماعات الإرهابية على إبقاء الوضع الأمني في المدينة مضطرباً وعرقلة جهود الحكومة في محاولة إعادة بناء القوات الأمنية والعسكرية وللمساهمة في وضع حد للإنفلات الأمني في عدن. وكما حدث في المرات السابقة، سارع ما يسمى بتنظيم داعش إلى تبني الهجوم على المعسكر موردا اسم أبو عيسى الأنصاري كمنفذ للعملية، فيما تستمر الحكومة بتوجيه أصابع الاتهام إلى تحالف الانقلابيين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، وتحملها مسؤولية هذه العمليات بالتعاون مع الجماعات الإرهابية. الوضع الأمني في عدن وتداعيات استمرار العمليات الإرهابية في العاصمة المؤقتة سيكون محور حديثنا هذا المساء في زوايا الحدث. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. ذهبوا للتجنيد فاختطفتهم أيادي الإرهاب. هنا في عدن وبالتحديد في منطقة رأس عباس تحول نهار العاصمة المؤقتة إلى مأتم. تفجير انتحاري جديد ضحاياه أكثر من ذي قبل. 13 قتيلا وعشرات الجرحى من طالبي التجنيد استهدفهم الإرهاب أمام معسكر الشرطة العسكرية غربي المدينة. بحسب الرواية غير الرسمية فإن الانتحاري تسلل إلى أمام معسكر الشرطة وفجر نفسه وسط مجموعة من طالبي التجنيد أمام البوابة. تأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من محاولة اغتيال محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال شائع في مديرية المنصورة، في ثالث محاولة لاغتيالهما خلال أقل من شهرين، وبعد حوادث إرهابية عدة استهدفت قيادات أمنية وشخصيات مدنية وقضاة. يكاد لا يمر أسبوع دون عمليات مماثلة في العاصمة المؤقتة، ولا يكاد الوضع أن يتغير بالرغم من الحضور الأمني المكثف والعملية الواسعة التي تنفذها السلطات منذ أكثر من شهرين. وتشهد عدن نشاطا لافتا للجماعات المتشددة، من بينها تحركات ميدانية لعناصر تنظيم القاعدة، في حين يتنامى إيمان سلطة عدن في أنها سلطة المستقبل مستمدة من هذا العامل تصميما على استعادة الأمن في العاصمة المؤقتة وإعادة بناء الجهاز الأمني. فمستقبل اليمن مرتبط بما سيجري في العاصمة المؤقتة، وكما كان صمود عدن في وجه الميليشيا هو نقطة التحول الأهم في هزيمة مشروعها التوسعي، فإن انتصار عدن في معركة الإرهاب سيحدد مستقبل اليمن ومسار المعركة القادمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وللحديث عن آخر الأوضاع الأمنية في مدينة عدن معنا سيكون معنا في الحلقة نزار أنور المتحدث الإعلامي باسم محافظة عدن، وكذلك سيكون معنا اللواء أحمد سيف اليافعي قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وكذلك الصحفي فتحي بن الأزرق. سأبدأ مع السيد نزار أنور. سيد نزار، إذا تحدثنا عن آخر التفاصيل التي توفرت لديكم في السلطة المحلية عن ما نتج عنه الحادث وتفجير الانتحاري الذي استهدف اليوم معسكر في رأس عيسى في البريقة. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكر قناتكم الكريمة على الاشتراك ونترحم على شهدائنا الأبرار من خلال الذين سقطوا اليوم في هذا الحادث الإجرامي الغادر الذي نفذته أيادي الشر والإجرام. طبعا أخي العزيز، هذا المسلح الشخص الذي فجر نفسه اليوم في معسكر رأس عباس لم يشهد فقط هؤلاء الشباب الذين قدموا الى هذا المعسكر للالتحاق بالمؤسسه العسكريه والجيش الوطني من اجل بناء جيش وطني قادر على حمايه الوطن، قادر على حمايه تراب هذا الوطن والدفاع عنه امام اي عدوان غادر، بل هو سبب مشروع وطني كامل يتعلق بالوطن كاملا. ما مشروع يطمح الى بناء جيش
وطني لا يجوز ولا الى اشخاص ولا الى جماعات ولا افراد. نعم نزار نزار في نعم نزار 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 فيما يعني يخص اخر يعني نتيجة الحادث، يعني عدد القتلى عدد الجرحى، يعني الإحصائية الأخيرة مثل ما يعني وصلت على الإحصائية الأخيرة عدد القتلى تقريبا إلى 13 شهيد و 52 جريح. يعني إحصائية كبيرة جدا في صفوف شباب قدموا إلى هذا المعسكر من أجل الالتحاق بالمؤسسة العسكرية. في حقيقة الأمر لا ندري هل الدعوات التي وجهت لهؤلاء الشباب الى الجهاد المعسكر من الجهات المسؤوله، اذا كانت الجهات المسؤوله هي من دعت هؤلاء الشباب الى القدوم الى المعسكر، فهي تتحمل المسؤوليه الكامله لحمايتهم وتوفير الامن لهم. نعلم جيدا ان المعسكر كان يقع تحت يد هؤلاء العصابات فيما سبق، مكثوا فيه ما يقارب 9 أشهر تقريبا، و نعم يعلمون جيدا مداخله ومخارجه. نعم نزار هذا الامر ربما سهل كثير عمليه الاختراق الذي حدثت والذي نسبها نعم هذا الشخص الذي كان لديه الحزام الناشف في نقطه صفوف هؤلاء الشباب القادمين. نعم سيد نزار، في كل مره يحدث فيها تفجير في عدن يسارع ما يسمى بتنظيم الدوله داعش الاعلان عن تبني هذه العمليه ويعلن مسؤوليتها عن الحادث، كيف تنظرون أنتم والسلطة المحلية لهذا الأمر؟ هل فعلا داعش هي من تقف وراء هذه التفجيرات أم هناك جهات أخرى؟ طبعا أخي عزيز، داعش أو ما يسمى بتنظيم داعش هو صناعة عفاشية بامتياز، صناعة عفاشية حوثية بامتياز، هي بالتأكيد أجهزة أمنية كانت تدير الولاء للمخلوع على عبد الله صالح ومن ثم الميليشيات الحوثي، هي من تنفذ أو تقف خلف هذه العمليات اليوم. الاختراقات الأمنية والتي تحدث تبين ذلك جليا، بأن هذه الأجهزة لديها مراس وخبرة كيف تتصفى كيف تنفذ كيف تخترق. لا نزيد أن نضخم من حجم تواجد داعش، لا يمكن أن تتواجد في منطقة. إذن نعم سيد نزار، نعم كعدن. نعم سيد نزار إذن السؤال سيد نزار، عشان أكمل نقطتي عشان أوضح الصورة وأصل الرسالة بشكل واضح، هذه الأجهزة التي تقوم بهذه العمليات وتنفذ العمليات تحاول أن تضع بصمات مشابهة لتنظيم الدولة وما يسمى بداعش أو غيرها من الجماعات الإرهابية، من اجل ان تولي العالم بان وجودها كان هو المخرج الوحيد او المعمل الوحيد ليقف ضد هذه الجماعات. اذا السؤال لماذا لم نرى داعش في العمليه اثناء سيطره الحوثيين على هذه المناطق؟ نعم السؤال اذا نزار، اين دور الجهات المعنيه؟ وكنتم اعلنتم قبل فتره بتشكيل لجنه امنيه لمحافظه عدن يعني تتبيب الامن فيها، اذا لماذا لا تكشفوا عن هذه الخلايا ومن يقف وراءها ويعني تظهروها للناس؟ طبعا اخي العزيز، الاجهزه الامنيه تبذل جهود جباره وجهود حثيثه في مساله تجديد الامن وفرض الامن والاستقرار في عدن. شهدت الايام التي مضت فتره مستقره وامنه باستثناء بعض الامور التي تحدث هنا او هناك. اليوم الحادث اليوم لا يحمله الاجهزه الامنيه وحدها، بل يحمله كافه المسؤولين عن تامين تلك الشباب وتلك الجماعات اللي قدمت تسجل في صفوف او الالتحاق في الجيش الوطني. حادث اليوم لا يتحمله الاجهزه الامنيه فقط او قياده السلطه المحليه او قياده الامنيه العليا، بل تحمله كل مؤسسات الدوله العسكريه. نعم. إذا تكرم بالبقاء سيد نزار معنا، سنشرك معنا في الحديث سيادة اللواء أحمد سيف اليافعي قائد المنطقة العسكرية 4. سيادة اللواء مساء الخير. يا مساء النور. أهلا بك سيادة اللواء، يبدو كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها سيادة العميد. العمليات الإرهابية تتم هذه المرة في معسكر لاستقبال المجندين الجدد رغم الاحتياطات الأمنية المشددة، رغم يعني علم الجهات الأمنية والعسكرية بأن عدن لا زالت في يعني مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، كيف استطاع يعني مسلح أن يخترق الحواجز الأمنية ويفجر بالمجندين داخل المعسكر؟ الحقيقة الموضوع أولا أنا أترحم على الشهداء
وأتمنى الشفاء للجرحى وأنقل عزائي لكل أسر الشهداء، وأيضا تمنياتي بالصبر لهذه الأسر والأسر الجرحى. نعم. الموضوع ليس بهذا التعريف الذي عرفته. نحن عندنا معسكر رأس عباس، هو معسكر كان مهمل، وبالأخير نتيجة لوضع الحرب تم استخدامه كمركز التدريب، وهو كان مركز تدريبات تقريبا انتهى من مركز التدريب عام 68 عندما خرجت بريطانيا من الجنوب. نعم. ألغي كمعسكر تدريب، ومن هاتك الفترة إلى هذه الفترة يعني خلاص يعتبر معسكر شبه منتهي. الانتحار الذي لم يدخل إلى الطابور ولم يدخل إلى وسط العسكريين، وفجر نفسه في البوابة الأولى عند الزملاء الشباب الذي كانوا منتظرين، يعني كانوا يرجون التجنيد. نعم. وعندما حس بأنه لا يوجد أمل له بالدخول، وأنه إمكانية الدخول بالنسبة له صعبة، أنه يصل إلى المجامع المجندة المشتركة في الطابور العسكري في التدريبات، اضطر أن يفجر نفسه بالبوابة. ولكن ومع ذلك سقط سيادة العميد. نعم. ومع ذلك سقط يعني 14 شهيد وما يقارب 60 جريح، يعني التكلفة كبيرة. يعني لا يوجد هناك أي احترازات أمنية، نقاط أمنية تسبق المعسكر، كيف استطاع الوصول على الأقل يعني إلى البوابة كما تحدثت؟ نعم. ساحة 70 عندما فجر نفسه في الطابور العسكري كانت النتائج وخيمة. نعم. الشهداء الموجودة عندنا 10، والجرحى الموجودة عندنا اللي هم جروح صعبة 3. نحن نتأسف، هذا العدد ليس قليل مطلقا، هو عدد من عرق يعني من دماء أبناء الشعب اليمني، ولكنه لو تمكن من الدخول إلى داخل المعسكر ربما كانت بتكون التضحيات أكبر. نعم. ومع ذلك هذه مقادير الله، ولا نستطيع أن نعم. يعني أن نجرها. أعمال طيب. الترهيب وأعمال الإرهاب موجودة في كل مكان وتحصل، وهذا على كل حال هذا اللي حصل. نعم. سيادة اللواء، في ظل الانفلات الأمني القائم الآن في عدن، يعني أليس من المفترض أن تكون لديكم الاحتياطات أكبر علها تحد من هذه العمليات؟ الحقيقة مثل هذه المسائل، مثل هذه الأسئلة، أنا أشوف أنه لازم تتوجه إلى الجهات الأمنية. نحن كقوات نعم. مسلحة مهمتنا ليست الأمن الداخلي، ولا توجد لدينا مهمة أمنية، مهمتنا هي طيب. الحدود، ومهمتنا هي جبهات القتال. طيب سيادة اللواء، نعم استسمحك سيادة اللواء، نعم للجانب الأمني. طيب سيادة اللواء الآن في استكمال. لحظة لكن طيب. يا أخي إذا أردت هذا موضوع يجب أن تعرف أنه جهاز الأمن القومي، جهاز الأمن السياسي، وجهاز أمن الشرطة، هذه الأجهزة قد أفرغت من محتواها، وما بقي منها هو يعمل بطريقة الصفر، يعمل بطريقة يعني لا توجد لديه المغرات، لا توجد لديه الإمكانيات، لا توجد لديها الأسلحة، لا توجد لديها أي شيء، وبالتالي نعم. نحن نعتبر شبه مبتدئين في هذا العمل، ومع أننا شبه مبتدئين علينا أن نتحمل النتائج الحاصلة. القاتل موجود في كل مكان بسبب الوضع اللي وصلنا إليه نتيجة للانقلاب العسكري الذي حصل، ونتيجة للانقلاب على الشرعية. طيب سيادة اللواء، القاتل بيسقطون نعم. بتسجيل أو صواريخ. نعم سيادة اللواء، إذن يعني فيما يخص المجندين الجدد واستيعاب أفراد المقاومة الشعبية، يعني كيف يمكن لكم أن تستوعبوا كل هذه يعني المنضمين للمقاومة الشعبية علهم يخففوا من هذه العمليات ويحدوا من تواجد الانتشار المسلح الذي تشهده عدن؟ أخي إيش اللي موجود؟ اللي أنا أرجو من المستمعين وأنتم يعني تفهمون مننا أنه كل معسكر له درجة استيعابية معينة. عندنا معسكر رأس عباس الدرجة الاستيعابية له هي 600 فرد، ومع ذلك استطعنا أن نضيف له بعض الإضافات، ووصلت الدرجة الاستيعابية لهذا المعسكر إلى 1200. هذه ليست كمان قضية السكن وقضية الخدمات. الموضوع الثاني موضوع التدريب، موضوع الستاندر التدريب، لكل 10 مدربين، لكل 10 متدربين يجب أن يكون واحد مدرب. نحن وصل عندنا في هذا الحالة 200 المتدرب لهم واحد مدرب. أنت تصور أنه أنت يعني تترك سلاح بالميدان وتجي تدرب عليه 200 مدرب، والحصص هي ساعتين على هذا النوع من السلاح مثلا في هذا اليوم. إذا حتى حددت 6 ساعات
نعم. على هذا النوع من السلاح في اليوم يوم كامل، يعني انه اذا كل جندي من هذا ال 200 او ال 250 يشتري له دقيقه، اذا 250 دقيقه كم بتطلع ساعات؟ نعم بعيدا سياده يعني اللواء، نعم سياده اللواء، هي مساله ضغوط، هي نعم. مساله ظروف استثنائيه وضغوط طيب لا يفهموها الشباب. نعم سياده اللواء بعيدا عن هذه الارقام، سياده اللواء نعيش في مازق، نعم سياده اللواء لكن نعيش في مازق السعر. نعم سيادة اللواء بعيدا عن هذه الأرقام التي ذكرتها، كانت هناك توجيهات صريحة من قبل الرئاسة ومن قبل الحكومة باستيعاب جميع يعني المنضوين في المقاومة الشعبية إلى الجيش الوطني. إذا تحدثنا عن الجانب الأمني والاختراقات الأمنية، يعني الآن هذه المرة الجماعات المسلحة والإرهابية وصلت إلى إحدى المعسكرات التي هي تتبعكم وليس في مكان أمني مثلا يعني ملزمة به الجهات الأمنية. ما أقصد في سؤالي الآن احتياطاتكم الأمنية للمعسكرات، معسكرات التدريب، تأهيلها حتى تتجنبوا يعني حدوث أي عملية إرهابية في المستقبل. أخي هذه ليست المرة الأولى الذي اتصل فيها الجماعات الإرهابية إلى بوابة معسكر، هي وصلت إلى باب معسكر الكلية، كلية الشرطة في صنعاء في ظل وجود دولة وأمن سياسي وأمن مركزي، هي وصلت إلى كثير من المعسكرات، وهي وصلت إلى العرض العسكري في ساحة السبعين عندما كان العرض العسكري مطوق بثلاثة أحزمة من قوات الأمن وقوات الأمن الخاصة. نعم. أنا لا ألوم أحد، هذه القضايا الإرهابية هي موجودة، راجل أجاء بالطريق العادية من وسط الشعب مع حزام ناسف ثم يمشي مع الناس ولا يمشي بسيارة وصل إلى بوابة المعسكر وفجر نفسه. سعادة اللواء ليس تحميل للمسؤولية، سعادة يعني اللواء نعم سيادة اللواء ليس تحميل يعني تحميلكم المسؤولية بشكل مباشر، ولكن يعني ما نبحث عنه احتياطاتكم الأمنية، الاحتراز الأمني لا سيما في ظل الانفلات الآن الحاصل وخاصة في عدن وانتشار الجماعات المسلحة، بمعنى لو كانت هناك حواجز أمنية، لو كانت هناك نقاط تفتيش كانت التكلفة ستكون أقل. والله أنا لا أهرب من تحمل المسؤولية، بالعكس أنا أريد أن أطرح يعني المستمع واطرحك انت شخصيا بصوره انه هذه الاوضاع يعني التنظيم شيء، قرار الدوله في ضم المقاومه شيء، هذا قرار مكتوب على ورق، هذا كلام مطروح يعني مطروح بوسائل الاعلام. نعم. القرار الفعلي هو ان تفتح، يعني اين المعسكرات؟ اين المال؟ اين الحجم الكبير من المدربين للمتدربين؟ يعني هي المساله ليست قرارات، انا الان يمكن يعني يمكن وزير الاعلام الان ينزل لك قرار ان تكون انت مرير محطه تلفزيون وان يسمي لك محطه تلفزيون بايش، يعني لكن اذا انت بدون مغر، اذا انت بدون اجهزه، اذا انت نعم. بدون كادر، اذا انت بدون، هذا معناته يعني عباره عن كلام هرع. على كل حال اذا انت انا اسف لما حصل، نحاول نعم. قدر الامكان انه نعمل الاحتياطات، لكن انا ايش اقول انه حزام ناسف في بوابه نعم. المعسكر حصل مثل هذا الانفجار، نحن نتمنى أن لا يحصل مرة ثانية. نعم. وسنتعاون نحن مع كل القوى أنه نحن نأمن المعسكرات، لكنه في هذه الحالات مسألة متوقعة ويمكنها أن تحصل. الحقيقة علينا أن نقبل في أنه مثل هذه الحالات نعم. إذا لم تكون كل جهود الشعب باتجاه نعم. الحفاظ على الأمن لا يمكن أن يتحقق الأمن. بالتأكيد سيادة اللواء أشكرك جزيل الشكر، ونحن يعني صوتنا مع صوتكم ونحن معكم حتى يتم إن شاء الله استعادة الأمن، وهو من باب يعني إطلاع المشاهد الكريم عما يدور وأيضا حجم المعاناة التي أنتم فيها وقلة الحيلة، يعني كما ذكرت هناك قرارات لكن يبدو أنه حجم الدعم قليل، استيعاب كل الناس بمعسكرات مؤهلة تستوعب جميع يعني أفراد المقاومة وغيرهم. شكرا جزيلا لك قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي. أعود هذه المرة إلى الصحفي فتحي بن الأزرق. فتحي مساء الخير. أو نزار، طيب نزار عدنا لك من جديد. الخطة الأمنية التي كنتم قد أقريتموها في السلطة المحلية من يعني وأيضا بدعم من الحكومة ومن التحالف العربي، أين وصلتم بهذه الخطة؟ طبعا أخي العزيز، الخطة الأمنية التي وضعت من خلال اللجنة الأمنية العليا وتحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، وكذلك قوات التحالف التي تتعاون مع رجال الامن من خلال الدعم الاستراتيجي اللوجستي الذي تقدمه،
تسير عبر مراحل محدده، قد يراها البعض بانها بطيئه لكنها في نظر الامنيين والعسكريين ذات جدوى. في المرحله الاولى تم تنفيذ عده اجراءات، اهمها كان الحظر فرض حظر الثقل، ثم نقاط الانتشار الامني وعمليه مراقبه حمل السلاح. نعم. في المرحلة الثانية تم توزيع وإعادة انتشار النقاط الأمنية شكل مربعات وقسمت المديريات على شكل مربعات. نعم. وتم حفظ كل مربع و نعم نزار سيد نزار أو إعادة انتشار سيد نزار، لكن بالنظر إلى الخطة التي تتحدث عنها لا زال هناك العملية الإرهابية مستمرة، كما تعلم كان بالأمس استهدف المحافظ ويعني سقط فيها يعني قتلى وجرحى، وكانت تستهدف رأس السلطة المحلية في عدن، قبلها كان مدير الأمن. يعني هناك خطط لكن على أرض الواقع العكس تماما، لماذا؟ بالتأكيد أخي العزيز، أنا أحب أن أشير أن معركتنا مع القوى الانقلابية ومع الميليشيات الحوثي و المخلوع عليها البصائح لم تنتهي بعد. صحيح ان عدن انتصرت في معركه هامه، معركه عسكريه هامه حاسمه، قلبت الكثير من الموازين، كانت منطقه انطلاق لتحرير بقيه المناطق، لكن الامر لم يحسن بعد امنيا، وهذه معركه اخرى نخوضها اليوم في عدن من اجل تثبيت الامن والاستقرار في عدن واعاده الترميم من جديد فيها. هذه المعركه ما لا شك فيه ان ميليشيات المخلوع عليها عبد الله صالح وميليشيات الحوثي قد عدوا للخطة باء مسبقا، وتم تجهيز عناصر وتوزيع السلاح نعم. في عدة مناطق وبعناية دقيقة وفائقة، وخاصة أن تلك العمليات يتم تنفيذها من قبل نعم. رجال أمن، جهاز أمني متمرد مدرب نعم. كما أخبرت نعم. سابقا نعم. سيد نزار، سؤال أخير يعني أختم معك، الكثير يتحدث وكما ذكر أيضا قائد المنطقة العسكرية الرابعة أنه العمل الأهم في الجانب الأمني هو على أجهزة الأمن الاستخباراتي، سواء الأمن القومي الأمن السياسي، لماذا لم يتم إلى الآن في عدن الشروع في إعادة تأهيل هذه الأجهزة لأنها هي المعنية بالكشف عن هذه العمليات وفضحها قبل أن تقع؟ صحيح يا عزيز، طبعا الحرب التي شنت باتجاه الجنوب وكل المدن من الوطن وكذلك في داعش وغيرها من مدن الوطن، اذا دمرت الكثير من البنى التحتيه، ليس فقط البنى التحتيه التي تتعلق في مساله التنميه، ايضا البنى التحتيه العسكريه تم تدميرها بالكامل. هذا الامر لا يمكن اعاده بنائه سريعا. نعم. يحتاج الى خطه زمنيه محدده. الاجهزه الامنيه للاسف الشديد ونقولها بمراره لم تكن وطنيه، كانت تجيب بالولاء بمراكز القوى التي كانت تحكم انذاك. نعم. 24 عام وعدن وغيرها من مدن الجنوب تقع تحت وطاءات هذه الاجهزه الامنيه واستبدادها وطمعها العسكري، مما لا شك فيه ان كل تلك عوامل نرى لديها اليوم ظاهرة العيان. نعم. بالتأكيد المواطن خارج من حرب ويبحث عن الأمان، ولكن الأمر ولكن في المقابل سيد نزار في المقابل في المقابل أنتم في السلطة المحلية، المواطن يحملكم كامل المسؤولية عن حياتهم التي تستهدف الأبرياء، ولا بد يعني الشروع بخطط أمنية أكثر دقة علكم تحدوا من هذه العمليات التفجيرية. أشكرك جزيل الشكر الناطق والمتحدث باسم محافظة عدن سيد نزار أنور، وأنتقل إلى السيد فتحي بن الأزرق الصحفي من عدن. فتحي، يعني إذا تحدثنا عن الرسالة التي أراد من خلالها الإرهابيون أن يوصلوها في استهداف المجندين اليوم، ما هي من وجهة نظرك؟ حقيقة الوضع الأمني في مدينة عدن صار لا يحتمل، صار لا يفهم، وصار صعب للغاية. العمليات الانتشارية والتفجيرة والهجمات المسلحة هنا وهناك لها أهداف كثيرة، منها التأكيد من قبل الجماعات المسلحة بأن الدولة لا تزال ضعيفة، والتأكيد بأنها لا تزال موجودة، وقبل هذا وذاك العملية المسلحة هي التأكيد على أن الحرب في اليمن لا تزال مستمرة والوضع لا يزال غير مستقر. نعم. لكن عامة يمكن الوقوف أمام أوجه كثيرة للوضع الأمني في عدن
لعل نعم. طيب نزار كيف تفسر؟ نعم نعم نزار كيف تفسر يعني إعلان السلطات المحلية والسلطات الشرعية في محافظة عدن ب يعني توجيه أصابع الاتهام إلى الخلايا التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع في عدن في الوقت الذي تتبنى وتعلن رسميا ما يسمى بداعش تبنيها للعملية؟ أظهر كثير من الأطراف السياسية تلعب بورقة القائد والنماط المسلحة في عدن، وربما هناك تأكيد بأن صالح لاعب فترة من الفترات بورقة القائد، وأطراف كثيرة لاعبت بالورقة. لكن الحديث من قبل السلطة المحلية الدائمة والمتكرر بأن من يقومون بهذه الأعمال هم تابعون لصالح وخرجني وأحيانا يقولون للإصلاح للأسف الشديد أصبح عدن الجميع والناس تقبلته في بداية الأمر. لكن الحديث فتحي إذا تكرمت صوتك ارفع صوتك قليلا فتحي إذا تكرمت صوتك قليلا حتى نتمكن من الاستفادة منه. الحديث عن هذا الوضع بهذه الطريقة وتحويل أطراف في صنعاء مسؤولية الفوضى الأمنية في عدن ربما يكون صحيح في جزئية محددة، لكن في المقابل الناس تتساءل ما الذي يمكن القيام به، ما الذي يمكن لقوات الأمن والشرطة المحلية لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة لكل الأطراف السلطة المحلية السلطة في عدن ما الذي يمكن لها القيام به؟ هي تكتفي فقط بتوجيه الاتهام. حسنا عرفنا بأن الحوثيين ربما صاروا يقفون خلف هذه الجماعات، حياة الناس في خطر، مصالح الناس في خطر، الوضع الآن صار إلى الأسوأ، لماذا لا تتحركون؟ لماذا لا تشوفون حياة الناس؟ صار المواطن لا يمكن له أن يتقبل فترة أطول. نفس الحديث السابق بأن الحوثيين وصالح والأطراف السياسية تفعل هي من تفجر في عدن. حسنا نعم. أنتم ماذا تعملون؟ ماذا الذي يجب أن تقومون فيه؟ الكل في عدن وقف إلى جانب السلطة المحلية إلى جانب ثلاثة المنطقة العسكرية. إذن أين يكمن الخلل فتحي؟ نعم يعني أين يكمن الخلل؟ أين يكمن الخلل فتحي من وجهة نظرك؟ يعني الناس كلها تدعم السلطة المحلية وتدعم الجهات الأمنية في عدن، إذن الخلل أين يكمن؟ يكمن الخلل في الأداء الحكومي الضعيف متمثلا بأداء إدارة الرئيس هادي وصولا إلى إدارة الأمن والأسف الشديد إلى إدارة المحافظة إلى كل الأطراف في المنطقة العسكرية الرابعة إلى العملية التي أديرت لها الوضع العسكري والأمني في عدن خلال الأشهر الماضية. نحن حررة عدن هي سبع أشهر كافية لإخراج جيش كامل يخوض حرب عالمية شارثة، وليس مجرد قوات أمنية تحمي مدينة مساحتها أكثر من 200 أو 300 كيلومتر مربع. الحديث عن توجيه الاتهام إلى أطراف أخرى هو حديث صار لا يقيد ولا يسمن ولا يغني من دون. الناس كلها تطالب بتحرك حكومي عاجل لحماية الناس. عدن صارت مدينة تحدث فيها العمليات الانتحارية وعمليات التفجير خلال 12 ساعة. هذا معد لم يحدث حتى في أكثر مدن العالم إجراما. لكن للأسف الشديد نحن لا نرى أي تحرك حكومي حقيقي. تحدث عشرات التفجيرات فلا يخرج لنا متحدث واحد حكومي يقول للناس ما الذي حدث. يعني قمة الصخف. طيب فتحي. التفجير في معسكر راس عباس حتى اللحظة لم تتحدث في المنطقة العسكرية ولا ضرب كلمة. يعني دماء الناس صارت للأسف الشديد لعبة. نعم فتحي إذا تحدثنا عن الأثر من هذه العمليات على جهود الحكومة في عملية إعادة الأمن ويعني إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية والعسكرية في عدن، كيف ستؤثر مثل هذه العمليات؟ بالتأكيد هذه العمليات ستؤثر بشكل كبير. عدن حررت قبل 7 أشهر وكان الناس يظنون أن عدن خلال الأشهر التي تلت عملية التحرير سيشتغل المطار وتشتغل كافة المصالح الحكومية وستقدم عدن للمحافظات اليمنية الأخرى بأنها نموذج حقيقي. لكن لا يمكن لأي مصلحة حكومية، لا يمكن لأي مؤسسات تجارية أن تعمل أو أن يذهب نشاط تجاري أو حتى أن يتحرك الناس بظل وضع أمني مضطرب كالوضع الذي تعيشه عدن. لا يمكن بالمطلق أن تقدم حكومة للمجتمع الدولي لكل الأطراف العربية تجربة جديرة مثل ما يحدث في عدن. كان يجب أن تقدم عدن على أنها المدينة التي حررت والمدينة التي تنعم بالاستقرار والمدينة التي توفر فيها الخدمات، لكن للأسف الشديد صارت عدن تقدم في النموذج المخالف والنموذج المقاير. هذا الأداء يكون ضعيف وسيوجه رسالة سيئة لكل الأطراف السياسية اليمنية وسينعكس سلبا على عملية تحرير محافظات أخرى
كتائب نعم. ومارب وصنعاء وغيرها من فتحي. طيب فتحي، نعم فتحي، سؤال أخير نختم معك، من وجهة نظرك النقاط الأهم التي يجب على السلطة المحلية والحكومة أن تشرع فيها في عدن من أجل إيقاف والحد من هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف العسكريين والمدنيين في عدن. الفوري بتجنيد الآلاف من الشباب. أنا ذهبت اليوم إلى معسكر رأس عباس، هالني ما رأيت، هناك أكثر من 5000 شاب تقدموا للتسجيل في الجيش، هناك الآلاف من الشباب يريدون التقدم للأمن، هناك طاقة شبابية كبيرة يمكن الاستفادة منها، لكن للأسف الشديد حالة الفساد الموجودة في المؤسسة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، في إدارة في المحافظة، في إدارة الرئيس هذه، هي من حالة صعبة عملية تجنيد هؤلاء. العملية سهلة وبسيطة، إيجاد مؤسسة عسكرية وأمنية محترفة، لبط الأمور خلال أقل من أسبوع. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر أيضا لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي. الشكر أيضا للمتحدث باسم السلطة المحلية في عدن نزار أنور. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. حتى الملتقى في حلقة جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.